احنا في المعرض وضحنا ايه اللي تم تنفيذه من شبكة النقل السككي الكهربائي صديق للبيئة، بالإضافة إلى برضو إيه المشاريع اللي احنا حاليا بنقوم بتنفيذها سواء من الـ LRT أو المترو أو القطار الكهربائي السريع، وأهمية شبكة القطار الكهربائي السريع بالأخص لربط المحاور والمناطق اللوجستية والمواني والمطارات ومناطق الانتاج بمواني ومواني التصدير. هذا المعرض من أبرز معارض قطاع التشييد والبناء في مصر، فهو يجمع أكثر من 300 عارض من مختلف أنحاء العالم جاءوا ليعرضوا منتجاتهم على مدار 3 أيام، ولقد بدأنا الفعاليات اليوم ونحن سعداء جدا بهذا الإقبال الكبير من الزائرين. طبعا هو معرض البيج فايف بيتعمل لسادس اديشن السنه دي، ده اكبر معرض كونستراكشن وبنيه تحتيه موجوده في الدوله، واحنا طبعا الشركات المشاركه كلها عندنا انترناشونال كومبانيز، كلها من المانيا، من ايطاليا، من اليونان، من الهند، فعندنا اكتر من 20 دوله مشاركه، وطبعا في شركات منها مصريه عامله شراكه دوليه، والهدف من المعرض اللي احنا نقدر نكبر سوق البناء وسوق التشييد، واللي احنا نقدر نخلي الشركات المصريه تطلع للسوق الدولي، والسوق الدولي برضه تقدر ينزلوا يعملوا انفستمنت في مصر هنا. احنا شركه فوجي نتورك، احنا من اكبر 3 شركات في العالم في مجال النتورك، احنا شركه صينيه. احنا موجودين هنا في مصر بقالنا 1.5 سنة بالظبط، الوكيل الرسمي لينا هنا في مصر حسن علام ومانتريك. احنا لينا 10 برودكت لاين، نتورك وسويتشز وايرلس سكيورتي، بنقدم كل اي حاجه خاصه بالجزء بتاع النتورك انوفيشن عامه في مصر. شركه هيلتي مصر بتسعد برجوعها تاني للسوق المصري عن طريق شراكه جديده مع شركه حسن علام للهندسه والتجاره. عندنا منتجات كتير جدا من عدد تخريم وشنيور وعدد ومنتجات تزريع، منتجات انشائيه ومنتجات تقدر تساعد المقاولين والاستشاريين في التوصيفات. ده كله طبعا بيعود على حجم المشاريع اللي في البلد كبير ما شاء الله، وسواء كان في العاصمة الإدارية أو في العالمين. احنا شركة مصنفة من أكبر 5 شركات على مستوى العالم في المعدات الثقيلة، مختلف أنواع المعدات الثقيلة. مشاركتنا السنة دي تاني سنة لينا، احنا اشتركنا في المعرض السنة اللي فاتت. مهم جدا المشاركة كشركة جديدة اللي يعتبر في السوق المصري، معارض زي دي بتدي فرصة ان احنا ننتشر اكبر، يبقى في تعاون اكبر ما بين الشركات، يبقى في تبادل الخبرات. حتى بنعرض خدماتنا هنا، بنعرض انواع المعدات اللي بنقدر نقدمها اللي بتخدم السوق المصري. الحقيقة احنا فخورين النهاردة ان احنا موجودين في معرض بيج فايف في دورته الستة، والحقيقة كناوف موجودة هنا علشان تقدم منتجاتها وتقدم حلولها في مجال البناء الحديث. منتجاتنا متنوعة بداية من الألواح الجبسية وكل القطاعات المعدنية والإكسسوارات اللي بتعتمد عليها هذه الصناعة، بالإضافة كمان إلى المنتجات الجبسية من المعجون وبعض الإكسسوارات الأخرى.